كل عيد أضحى بنحاول ننزل نشوف إيه اللي تم في مشروع لصق الأضحية. فإحنا النهاردة جينا لمزارع وفرة الجديدة، التوسع الجديد. إحنا أول ناس في مصر عملنا صق الأضحية في 2006 بنك الطعام المصري، فعلشان نعمل أحسن جودة وأحسن لحمة تتوزع للناس اللي محتاجة والحاجات دي، فلازم إحنا نربي الحيوانات دي عندنا. ان انا اطور فكري في العمل الخيري، وان انا ازاي اراعي المستحقين بتوعي. احنا عاوزين ندي هدايا محترمه للناس، يعني لحمه لو سليمه 100% بنوزعها. السنه اللي فاتت وصلنا اللحمه بتاعتنا ل 2 مليون اسره. عملنا اكاديميه وفر للتدريب، هندرب الدكاتره البيطريين والمهندسين الزراعيين. من ضمن هدفنا في بنك الطعام ان انا بوفر فرص عمل للناس. اتمنى ان المشروع ده يتنقل في كل مصر، فيبقى عندنا المنتجات الفعلا الجيده دي. فانا بحييكم جدا وربنا يبارك فيكم. مصر احلى مع وفاء طولان، الخميس 8 مساء على شاشه المحور.